شد حيلك المال اعمل لك همه ولا على الله نام هنم يلا انت كمان عشان المعلم زمانه جاي دلوقت حاضر نام اهو جه اهو صباح الخير يا معلم خشاب صباح الخير يا نمس لسه ما خلصتوش اهو يا دوبك يا معلم خلاص اهو ما فاضلش الا الشوالين دول وبس شد حيلك المال انا قلت حاجه لك وخلصته ما خلص اهو شاحن انت وهو الله ايه الزيطه دي اللي قدام محل ابو حديد انت عارف يا معلم عايزين التموين افتح يا اخي افتح عايزين التموين بتاعنا ده حرق ايه ده ظلم ده قلبه الدماغ دي عايزين نبيع احنا كمان ما عندك ما بعت ولا اشتريت يعني ايه يعني زي ما بقول لك ما عندناش تموين ولا بنبيع ولا بنشتري عنكم ما بعت ومش عارف انت تبع فين التموين يعني مالك يا عواد هادي ايه الراجل انت بقى سادد علينا السوق ومحدش عارف عيش جنبه بكره طلوق وتحلو يا عواد هي عمرها تحلو طول ما الراجل ده في وسطينا يا شيخ يوجع الطير ولا لبس نعم يا معلمي انت ما شمتش خبر عن ارسالية العدس اللي جات لابو حديد لا والله يا معلمي ما شمتش طب روح هات لي الخبر الاكيد واجب يا معلم بسرعه يا ولد بعد ما تتاكد تليفون للتموين وتبقى نهايتك قربت يا ابو حديد ما تفتح يا خمرج الكلب لا مؤاخذة يا معلم جاتك البلاوي مش هتبطل خمرة لما يلهفك اوتومبيل معلش يا ابو حديد العتب على الناظر العتب على الخمرة جاتك البلاوي عشتك خمرة في خمرة ده مرض والعياذ بالله ربنا ما يبليك اتفضل اتفضل خد يا علب ربنا يجعل بيت المحسنين عمار قول من وشي يروق ماز اشرب العيال دول كانوا بيزيطوا ليه؟ تلاقيح جيتك عايزين عدس ملفول مال البلد ولا العدس بقى موضه يا راجل ارحم ربنا ارحمنا كلنا يا خشاب هيات ايه الاخبار؟ مظبوط يا معلم كلامك صح مش قلت لك طب اتصرف بقى ده انت اتفضل اتفضل اشرب اشرب يا وحديد اشرب الو الأستاذ أشرف مفتش التموين ألو أيوة يا نمس أنا أشرف بتقول إيه البضاعة وصلت وما باعش منها حاجة وخفاها اشرف اشرف موجودة في المخزن الوراني أيوة يا بيه أصل المعلم الخشاب اتأكد بنفسه من الخبر بس ما تأخرش لا جايين حالا مع السلامة ودلوقتي بقى نكلم هلال المحرر على مطوضة بنت الحملة اظهر المرة دي ابو حديد وقع بجد دي اخبارية اكيدة من الخشاب زي ما انت سامع وعايزين نكبس عليه قبل ما يتصرف فيها اعتبر الحملة جاهزة وانا هكلم هلال مش تفتح يا عمى ده مؤاخذة دي البروف بروفة ايه جاتك البلا بس هلال ايوه ايه تليفون عايزك الو اهلا اشرف كده طيب طيب هي ايه الحكايه بالظبط الموضوع يا سيدي في واحد تاجر من بتوع السوق السوداء القبض على اكبر تجار السوق السوداء الله انت بتعمل ايه بنكتب الخبر مش لما نقبض عليه الاول نكتب الاول وبعدين انت تظبطه هو التاجر اسمه ايه ابو حديد القبض على واحد من اكبر تجار السوق السوداء عندك صوره له مندوبنا مع تاجر السوق السوداء لمراسلنا الخاص بالساحل اهلا يا اهلا اهلا بيك واحنا كمان جاهزين هكبسوا عليك
خلي بالك معاهم مرشد. مرشد؟ اه. طب ومال؟ قال ايه اتفضل. لا ما تخافش انت اطمن، اطمن انت بس وشوف شغل. فالنتينو. ايوه. تعال. كله تمام. عملت ايه؟ قلصت اللانش يا معلم. طب حمل بسرعه واطلع على طول. ايه الحكايه يا نمر؟ اتاخروا يعني؟ زمانهم جايين انا مأكد عليه. افتح بسرعه. سهل يلا. ايوه حاضر. اطمنوا. انا هخليه لكم ابو صفيح. اول ما يفقد بالك تسفر لنا وتروحوا كابسين على طول. طبعا كده اهو. حاسب ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اتكل على الله. يا رب. يلا شد حيلك يا ريس، اعملها كمان تروح. يلا ايوه يلا شد حدسك. يلا عدت عينيك. السلام عليكم يا حاج. اهلا 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 بيك. اهلا بيك يا معلم. كرسي يا ولد. كرسي. اتفضل. سو نور. اهلا اهلا. اصلا يا صاحب محل كشري وعايز شويه عدس يستووا على الهين. الهينة. كده مفيش. طيب ايه اللي انت بتعمله ده؟ بلاش امور عيال، عيب اختشي. كله تمام يا معلم. كده سافر. يلا خش انت جوه بسرعه. حاضر يا اسطى. مؤاخذه يا شباب. تعال شوف شغلك. خد ده تويه جوه. خطوة عزيزة يا سي أشرف. مديش هنا. اتفضل. اتفضل. اكل الحاجة. يلا يلا. تجيب لي سيادتك قهوة ولا شاي ولا حاجة؟ لا مالوش لزوم. اسمح الدفاتر بتاعتك؟ يا سلام بس كده ده غالي وطلب رخيص. دي الدفاتر وصاحب الدفاتر والمحل كله، احنا كلنا تحت أمره. أشرف. لا ولا حاجة. سي أشرف بيحب يودينا. بس لا أعرف في إيه. ولا حاجة. تفتيش روتيني. كده؟ وماله؟ فات زي ما عجبك. أنا بقول إيه؟ مش ممكن دلوقتي كده نشرب فنجان قهوة مع بعض على رواه؟ متشكرين يا معلم. عن إذنك. مفيش حاجة. طيب. أنست وشرف. يجرى إيه معانا وحدين؟ عاجبك يا سي اشرف الخبر يوصل البيت والجماعه يجوا على ملا وشهم؟ يا سعاده البيت احنا مش وش ذلك. حصلنا بقى مرشد الكلب ده. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا فهمتوني غلط. فهمتوني غلط. بطل يا اخي بقى، هو كفر كلام ولا ايه؟ ما تقعدش. عيب عيب
عيب. عداك العيب. جهزت الطلب للزبون؟ لازم. طب يلا هاتوا. الطلب ايه؟ عايزين يدوق العدس بتاعنا. عدس؟ لا يا عم انا ما باكلش عدس. بينفخني والنبي بينفخني، بيعمل لي ارتكال. انا حسيتك ولا حاجه. بيعمل لي ارتكال. مش طالب عدس؟ ده مستوي على الهينة. تأخرت ليه؟ ده احنا مستنيينك على الغدا. تصوري يا عايدة، عارف الأكل النهاردة؟ هتاكل صوابعك وراه. صوابع ايه يا شيخة؟ ده انا منتفخ من الأكل. عايز تكسف أختك. ايه اللي طبخها النهاردة؟ بص يا هنهر. ايه ده؟ عرس. بينا بينا. مساء الجمال يا معلم المعلمين. مرحبا معلم خشاب. مساء الخير يا فالنتين. انا قلت ضروري الاقيك هنا. ان شاء الله خير يا وش الخير. جات لي عمليه مستعجله واللي عندي ما كفيش المطلوب. عدس مطلوب لوري، وقلت بدل العمليه ما تطير. حبيبنا اولى من الغريب. وعرقك محفوظ يا خشاب. اتفق. الربع كويس؟ افتح الله بينا يا نمس. اقعد ما تبقاش حيمة امان. اسأل النمس عبد الستار كان عاوز يدفع لي كام. 140 وشرفك يا معلم ابو حديد. 40؟ هاخد منك 150. كتير يا خشاب. دي بيها السقا يا معلم ابو حديد. لكن مش كتير عليك. مبروك يا سيدي. تسليم فين؟ شوف يا سيدي، بكرة الساعة 12 بالظبط. أنا مش مرتاح للحكاية دي يا معلم. ما قلتش ليه قبل ما تيجي؟ بصراحة السعر طمعني. خلاص اثبت. كمل يا معلم. مش قلت لك يا معلم؟ سيدي الكل في صحة الفهلوة والتكتكة والرأس المدبرة. أيوة الرأس المدبرة. كان مقفل علينا السوق، لكن المقفول انفتح خلاص يا نمس. افتح افتح يا جميل. من هنا ورايح مفيش ملك غيرك يا ملك السوق انت. هي احنا بتوع كله.
مرحب بالعيون الدبالي، ما تيجي هنا يا نوسه؟ ما كانش يتعاد. ايه خايفه لابو حديد يزعل منك ولا ايه؟ وماله ما خاف على زعل، حكم اصله للناس فيما يعشقون مذاهبهم. الله، ده انت بقيت شاعر كمان اهو يا مالك. بس نوسه مش شاعر، اني شاعر نسيت. هنا نمس. الله، على فين يا مالك؟ عشونا، مش ابو حديد مدينا معاد هناك عشان ناخد عرقنا منه؟ ابو حديد ده زمانه مقانس لابو زعبل يا مالك. لا يا عبيد، لازم يوصلوا خبر ان احنا كنا مستنيينه حسب المعاد، وبالشكل ده ينشل من فكره ايها شك فينا. صح صح. يا سلام يا عالم على الفهلوة والتكتكة والرأس المدبرة. امال انت فاهم ايه ولا نمت؟ ده عمك الخشاب لما يفكر تفكيره مفيش ايها حد يقدر عليها ابدا، ده خطر جدا. ما انا عارف انت هتقول لي. عايزين لما يوصل لنا الخبر يا ولا نمت. ايوه نقوم بالواجب. ضروري يا معلمي، هنروح له بعيد وحلاوة. خش يا معلم. يا مرحب. مستعجب ليه؟ مش معادنا هنا برضو ولا انت نسيت؟ ايوه. عشان تاخد العمولة بتاعتك 40%، مش كده؟ ابو حديد يا معلم، ابو حديد يا معلم، وانا مين؟ في حاجة؟ اجي دلوقتي؟ ليه؟ المعلم خشاب قدر يجيب دفاتر حسابات بتاعت ابو حديد كلها، دفاتر حقيقية مش بتاعت الضرائب. ايوه هنا في المكتب، بس لازم نرجعها قبل طلوع النهار. اخلص اوام يلا خلاص. طيب جاي لك حالا. هو ايه ده؟ انت خارج؟ لازم. ليه؟ مسألة مهمة جدا. انا قلبي مقبوض. ما تخافيش، اطمني. مع السلامة. مش بس افكار معلمك اللي وديته في داهية. فالنتينو، اطلب بليس النادى. الو، بليس النادى. تاكسي. اهلا يا عاد.
الشرف بيه. ايه يا نمس؟ المعلم فين؟ المعلم فوق في انتظارك، بس انا راح اجيب لمبه عشان النور ضرب. عن اذنك يا مؤخر. ان احنا نخلص من اشرف بالطريقه الطعمه دي؟ البركه في تفانينك يا معلم. تصحى معايا تاكل شهد، تلعب بديلك اسففك التراب، فاهم يا نمس؟ لكن يا معلم التهمه لزت في اشرف 100%. مفيهاش كلام، تلبس مع سبب الاصرار. المحامي قال لي مفيهاش رجوع تاني. ضربنا عصفورين بحجر واحد. عصفور خاين وعصفور مشارك، ولا ايه يا نمس؟ مظبوط يا معلم. انت دلوقتي بقيت من رجالتي. كتر خيرك يا معلم. شوف مين يا فالنتينو. مين يا فالنتينو؟ السكري. سنورة يا معلم المعلمين. عارف ان المرحوم الخشاب كان الوحيد اللي بيعطف علي. الله يرحمه. وانت كلك كرم، ممكن تحل محله. عندك حق. خد. لا، انا معذور في 50 جنيه. حتى واحده الوقت حالا. انت سكران. بالعكس،
انا من ساعه ما اتقتل الخشاب وانا مهما شربت برضه فايق. اصلا حاجه تماخوي، مين يصدق ان اشرف يقتل الخشاب؟ النيابه صدقني. نائب انت ما شافتش اللي انا شفته. شفت ايه؟ شفت رؤية. امتى؟ اللي امبارح وانت بتديله نصيبه. الأمارة كنت ماسكه السكينة وغرسته في الحيط طلبته البوليس. طيب الحلم ده ما قلتوش في النيابة ليه؟ ما هو النيابة طلبتني علشان افسره، لكن انا قلت بقى لما انت تفسره يكون احسن. وتفسيره 50 جنيه. كلك نظر يا معلم. طب افرض ان النيابه ما سمعتش الحلم. ازاي؟ دي النيابه صح عارفه انا فين بالخطوه. اديله 50 جنيه. ما تتكلم، ساكت ليه؟ دافع عن نفسك. من مصلحتك انك تتكلم، اتكلم، قول الحقيقة، اعترف. مش ممكن، مش ممكن. اشرف بريء، احلف لك ان مش ممكن يعمل عاملة زي دي. مش ممكن اشرف يقتل، انا عارفاه. انا مصدقك، بس ازاي نسبة الكلام ده؟ قمر صحفي ازاي؟ احنا لازم نثبت اولا ان النمس وابو حديد كدابين في شهادتهم. فعلا لازم نثبت ان النمس وابو حديد. ابو ايه؟ ابو حديد. ابو حديد؟ لا ده صعب قوي، ما بيرحمش. ابعدين انا عن شغلانة ابو حديد ده. امال هننفذ الخطة ازاي؟ خطة؟ خطة ايه؟ الخطة اللي اتفقنا عليها. أنا مش بعت الصيغة علشان ننفذ الخطة. صيغة؟ صيغة إيه؟ يا مصيبتي. إيه؟ الشغلة كلها على 300 جنيه. مين يزود؟ مين يزود؟ حدش عاوز يزود؟ 300 جنيه. 300 جنيه. مين يزود؟ قبل ما نقفل. عليا ب 300 جنيه. 300 جنيه مين يزود؟ 300 جنيه مين يزود؟ 300 جنيه على أولى؟ 300 جنيه على دوري؟ 300 جنيه على 500 جنيه. جنيه ينطح جنيه. 500 جنيه مين يزود؟ 600 جنيه. 651. ها؟ مفيش حد عاوز يزود؟ بقول لك ايه؟ مفيش حد عاوز يتقدم؟ خش له واحنا معاك. 150 جنيه. كده 651. 1000 جنيه. وواحد. وخمسين. وواحد. 1051. 1100. وواحد. سيبك منه، دي بيعها هفا، خليه يشربها. 1101. مين يزود؟ مين يزود؟ على أولى؟ على دوي؟ على تري؟ الواد ده باين عليها وانطاجي. يلا بينا يا معلم، دي بقت شغلانة عيال، يلا بينا. يلا، يلا رجالة، يلا رجالة. اتفضل يا حضرت، حلال عليك. حلال عليا؟ أنت يا حضرت. أيوه دي واحدة، دي واحدة. إيه؟ أنا معايا 500 جنيه أهو. وأنا معايا 50. خلاص. وقد وقعنا البيع. وقد وقعنا البيع. المعلم اللي رش عليه المزاد. أنت يا حضرت. أيوه لحظة واحدة جاي حالا. 150. تعالى. أيوه لحظة واحدة. حاضر. حاضر حاضر. ابدا وادفع. حاضر حاضر جاي. هتيجي تدفع ولا نعيد المزاد؟ يعيدوا المزاد إزاي؟ يعيدوا المزاد إزاي بس؟ فين الفلوس؟ الفلوس موجودة. أمضي فين؟ الفلوس قابله. أنا عارف إن الفلوس قابله، ما أنا هدفع الفلوس. الله، استنى شوية. استنى إزاي؟ استنى شوية.
فلوس. ادي 300. طيب 350. ايوه 400. 450. وادي 50 يبقوا 500. وادي 50 يبقوا 550. وفين الباقي؟ الباقي هو الباقي حالا هيجي. الباقي فين دلوقتي؟ حالا الباقي هيجي لك. انت اتفضل. الفلوس اهي. كنت فين لحد دلوقتي؟ يا سبك على بال ما جبت الفلوس. ولا يهمك يا معلم، اشربها كام مرات دي جت من عند ربنا. وهيروح مني فين؟ الله يرحم الخشاب. مبروك عليك الشونة يا حضرة. الله يبارك فيك. الشونة رزقت على المعلم عبيد. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا معلم عبيد. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. عهد البيع. يا خبر ابيض، اتاري المعلمه دي صعبه قوي. بقول ايه يا معلم، مش تخش على المعلم عبيد وتشوف لنا جو؟ ده هيستلم التموين بكره. فكرك كده؟ ده اسمه كلام يا معلم عبيد، نبقى جيران وما نودش بعض. نود يا معلم. الايام جايه كتير. هتستلم التموين امتى؟ بكرة. طب ما تيجي نقعد على جنب. وعلى جنب ليه؟ قول اتبحبح، مفيش حد غريب. لا ما ينفعش، عايزك على رواية. ايه رأيك نسهر سوا الليلة؟ انت بتسهر فين؟ انا بتمشى على الكورنيش واسقس لب. لب؟ ده كلام تقوله يا راجل؟ ده انت معلم كبير. لب ايه وكورنيش ايه؟ لب قال لب ايه وكورنيش ايه؟ لا حول الله. لا لا اسمع، سهرتك الليلة على حسابي، أنا هسهرك سهرة إنما إيه؟ فل. المعلم عبيد. لا لا كفايه كفايه، دمه خفيف زي الشربات. انت قطه قطه. نتكلم في الشغل؟ لا، بالنهار في الشغل وبالليل نتكلم في الرقص. الرقص يا ودتة بتاع الرقص. بقول ايه، صحة نوسة؟ شربت بصحتها قبل كده؟ طب في صحة الجدع اللي قاعد ده؟ مفيش حد من الموجودين الا لما شربت بصحته كده. طب في صحة علي عليوة مخترع البطاطس؟ الواد ده باين عليه ليلته سودة. هتصحى مع المعلم ابو حديد يا معلم عبيد. طب ما انا صاحي اهو. عن اذنك. الله، رايحه فين؟ جايه بعد شويه. على نار الشوق انا هستنى على بال ما تيجي وتهنى. تعالى يا راجل تعالى. احب
ربك يا ابيض. اقعد قعدنا. قلت ايه بقى في حكايه التموين؟ هتستلمه بكره مش كده؟ اه انت تستلمه وتديهولي. انا وخلي الباقي عليا انا. طب وانا ابيع ايه لزبون؟ ما الزبون هيشتري وانت هتبيع. ازاي؟ ده شغل انا. شوف اذا كنت بتكسب من الزبون قرش انا هديك قرشين. وهتبيع ازاي بس بالخساره؟ مالكش دعوه انت. موافق؟ او كله بثوابه. انت برضه راجل تستاهل الخير. الواحد لما يخسر علشان صاحبه ما فيهاش حاجه ابدا. طب وهتعمل ايه بالتموين؟ يا سيدي مالكش دعوه انت. موافق؟ بس يعني ولا يعني ولا حاجه. بكره هخليك تكسب ذهب كده. مبروك. يلا عباس. يلا ده كويس قوي قوي قوي. يلا بعيد. يلا بعيد في دحيلك. يلا في دحيلك. حلاوتك انت يا معلم ولا فيش معلم غيرك. علي دي حاجه هايفه قوي. دول عيال ورع عظمهم طايش. ما بتحملوش النار. لا يغلق فيها. طبعا يا معلم طبعا. الواحد ينفخ وبس. يا سلام بقى يا معلم لما العربيات تيجي على هنا على طول. يا سلام يا معلم. ده عايزه كلام؟ يا بختم النفع وسلام. ده انا المعلم ابي طب كام مرات. حلاوتك انت يا معلمنا. الحق يا معلم عمل نفسي للغزو وهيبيع بالتسعيره. ابن اللعيبه. انا يا طلبه. على مهله على مهله. كل واحد هياخد نصيب. العدس كتير وخير ربنا كتير. كل حاجة هنا بالتسعيرة. احنا ملوك التسعيرة. أجامونا. اهلا اهلا. اهلا اهلا بمعلم المعلمين. لا يا معلم عليك. ايه؟ احنا مش كنا اتفقنا ولا هو كلام عيال؟ اتفقنا على ايه؟ على ان اشيل انا التموين وانت مالكش دعوة. والله يا معلم ابو حديد انا ما رضيتلكش الخسارة. كده؟ يعني فتح. ايوه فتح. يا عالم بطلوا. نهبتوا الخالد انتوا كلها. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ سيبوا يا سيبوا والله. لا فلنتينو لا مش كده التفاهم. خلينا نتفاهم مع المعلم عبيد بعدين ان شاء الله. انست وشرفت. يلا رجاله امر الشوق. يلا يا طلبة شد حيلك. يلا يا سعفان. انا فوق في المكتب. حط يا معلم. يلا يا رابي شد حيلك. قرب يا ست ابوها. قرب يا حاجه. يلا يا طلبة اللي هريدي. وبعدها لك يا عبيد الكلب. ولا يهمك. وهيبقى اجدع من مين؟ على رايك. اديني جاهزه يا معلم. مش فاضي يا اشجان. يعني انزل السوق لوحدي؟ اخطف رجلك معايا يا فالنتينو. يمكن تحتاجني يا معلم. لا مع السلامه. انتم شيش يا عباس. جرالك ايه الايام دي؟ تكونش شفت لك شوفه؟ هو انا اقدر استغنى عنك؟ امال ما كانش الجاره بتيجي معايا ليه؟ الله انت عاوزه تكشفينا ولا ايه؟ لا حلو. نطلع على الورشه؟ نطلع على الورشه. على الورشه يا وسطى. ولا يهمك انت يا ابو التفانين. ارسم وخطط وزيح من قدامك. انا قلت خلصت من الخشاب طيال عفريت اسمه عبيد. روق روق. مساء الخير يا ست نوسه. هنا الله جبت سيره القطه. هو جه الود ود اهو ما خلص عليه. لا اعقل امال وارسم قبله. نوسه. اهلا نوسه. اهلا بيك يا معلم. انت جاي مستكفي ولا ايه؟ ابدا ده انا جاي عطشان قوي يا بنت العم. مش تتقل شويه؟ مش شايف المعلم قاعد؟ برضه معلم وماله هدومي كمان. مش كل المعلمين يا معلم. انسد انت واصل ابو صفيح. ابو صفيح ازاي؟ انت نسيت اسمي ولا ايه؟ اهلا.
ابو حديد. فاهم؟ انا اسمي ايه؟ اسم المعلم ابو حديد. ابو حديد. ابو حديد. انا ايه؟ ابو حديد. ابو حديد. ابو حديد. ابو حديد. ابو حديد. ابو حديد. حرمت النبى معلم. حرمت والنبى معلم. حرمت. ابو حديد. ابو حديد. خلاص بقى يا معلم. ابو حديد. عشان خاطري. ايه اللي بيضربك؟ عشان خاطري. عشان خاطرها. عشان خاطرها. طيب. عشان خاطرك. الله يخليك يا ست نوسة. الله يخليكي. يلا خلاص. يلا. بس حاضر. حاضر يا ابو حديد. حاضر. يلا. حاضر. برا. حاضر. انت يا استاذي. جبلتك ايه؟ صنفك ايه؟ يا فندم. يا فندم ايه؟ انت اخرت الصحافة 20 سنة ورا. ازاي يا استاذ تسهر في كباريه وتعمل خناقات؟ يا فندم انا ماشي في الطريق الصح. ثم ازاي تاخد فلوس الجريدة وتشتري بيها شونة؟ يا فلوسك؟ يا استاذ دي فلوس الجريدة. يا فندم لازم ارتبط بالجو. جو ايه وزفت ايه؟ يا استاذ يا انت يا فندم ما ارتباطي بالجو قدرت اعرف ان الراجل اللي اسمه ابو حديد بيشتغل في السوق السوداء. سوداء؟ اه. دي سنتك انت لسوداء. ايه؟ انت صحفي فاشل، انت عايش في خيالك، انت زفت. زفت؟ انت عارف لو الخبر ده ما خلصش بسرعة؟ إيه؟ انا هتصرف معاك بطريقة تانية. الخبر لازم ينكتب والقضية تخلص والاستاذ اشرف يطلع براءة، ان ما كانش عشان خاطر الجريدة، عشان خاطر نورة. نورة؟ باين عليها كانت خناقة جامدة قوي. لكن انا سويت فيها الهواي، مرمطت بيهم الارض. الحقيقة انا تعبتك معايا قوي. بالعكس انا منايا اتعب اكتر واكتر، اتعب لحد ما اموت عشان اخوكي يطلع براءة. بعد الشر عليك، انت بقيت زي اخويا بالظبط. نورا انا مش تعبان من الخناقة، انا تعبان من قلبي حتى شوفي. نورة. بتفوق يا جدع انت. ايه حكاية نورة دي اللي اسمها قلت من هنا ورحت سارح من هنا؟ ما هي دي يا فندم اخت الاستاذ اشرف اللي ساعدتني في مسألة الشونة عشان مقتنعة بفكرتي ان السر مدفون في السوق هناك مطرح ما اتقتل الخشاب، وعشان خاطر نورة انا لازم اعمل مستحيل واظهر الجاني الفعلي. طب اتنقل وروح الشونة هات لي اخبار اكيد عشان نقدر نكتب حاجة عنها. حاضر. وانا هتصل بقسم الحوادث اشوفهم لو حاجه نقدر نكتب فيها ولا لا. يلا. الو الحادث، في اخبار جديده عن قضيه مفتش التموين؟ ده تلبس، اكيد تلبس، مفيش كلام في ده ابدا، يعني ضايع ضايع. بس انت قول ان شاء الله. ايه قله الادب دي؟ انت يا اخي ما تتكلم كويس. والله ما حد محتاج للادب غيرك. لم نفسك بقى احسن. انت فاهم بتكلم مين؟ انا رئيس التحرير المسؤول. ويعني مش عاجبك اشرب من البحر. انت اتجننت يا راجل انت؟ انا طريقتي كده. واسمع بقى، اتعيد اللي احسن بالله العظيم اجي واعدلك. ما تنرفزنيش، لنزل اطربعها على دماغك. وشرف النبي تبقى جيت برجليك. بعدين اتولى الموضوع انا بنفسي واتعبك. لا لا لا، تبقى واخد ألم في نفسك. انا موافق، بس قولي ايه فكرتك انت مقدما؟ ان شاء الله هيروح في داهي. من غير مقاطعة كده. اعدام. انا ما قتلتش، ما قتلتش. يا اشرف من مصلحتك تعترف انك قتلت الخشاب. كل الادلة ضدك. اكدب يا عالم واقول اني قتلته عشان تصدقوني. انا بريء، بريء. مفيش دليل واحد يثبت براءتك. كل الشهود ضدك. كلهم كذابين، كلهم كذابين، كذابين، كلهم كذابين، كلهم كذابين، وانت الصادق مش كده؟ وقد تقرر استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيق. نورة شد حيلك يا أشرف، ربنا كبير. ما تخافش يا أشرف، أنا والأستاذ هلال هنحاول نكشف المجرم وهتطلع براءة إن شاء الله. هلال. أهلا أشرف.
هو ده اللي هيجيب لي البراءة؟ ما يكونش عندك فكر، اعتمد على الله وعليا. الحقيقة مش ممكن تظهر إلا إذا اعترف النمس وقال إنه اتصل بيا بالتليفون قبل الحادثة. النمس؟ النمس؟ آه أنا أعرفه. السر كله مع النمس. النمس؟ فعلا لو النمس قال إنه كلم أشرف في التليفون ممكن نعرف المجرم الحقيقي ويتغير مجرى التحقيق. النمس كنت عايزه ذكر بس اجيب لكيش ذكر عاد جتك ايه يا معلم والنبي دمك خفيف اصل هنا ما فيش الا فول ودوره وعدس ولا انت ما انتش عارفه لا عارفه بس كنت مروحه واتاخرت قلت افوت على المعلم يمكن الاقي طيب بقى ثانية واحدة بس ثانية بس والنبي مش عايزة اتأخر أمامك ممكن تقعدي خمسة بس والنبي مش عايزة اتأخر قولي بس ده يعجبلك طلبك هوا صحيح ربنا يخليك يا معلم ثانية واحدة وانا بديك الساعة ينفع ده يا سميرة يا أجدع معلم يسلم إيدك بس ده بكام ودي تيجي عيب لا مو أنا لازم أدفع التمن وما تفحش مو لو كان علشاني كان معلش أمال علشان مين علشان الجماعة اللي أنا بشتغل عنده والله أنا كنت فاكر إنه علشاني ما هي برضه خدمة علشاني يا معلم أيوه أنا بقى أنا دايما في خدمتك يا ست هاني بس والنبي تقول لي بكام لحسن اتأخر أنت رايحة فين لحد الزمان دوبة بينا وصالك معلش والنبي مرة تاني لحسن اتأخر ويا بيا حاجة بعيدة بس ما كنتش عايزة تعبك يا معلم تعبك راحة ايه ستي ده قدامك النبي كلك شهامة يا معلم يلا يا صبرا يلا كتر ألف خيرك يا معلم مش عارفة أقولك ايه ده أنا مكسوفة منك قوي ما تقوليش حاجة المهم أن نشوفك وبس ولا ايه ضروري لكن يجي بخير هو مين اللي هيدبح لي المنيل ده وهي دي مشكله يعني اكيد يا سكينه وانا اتبحرون بس انا مكسوفه من نفسي انا تعبتك معايا خالص بعدين بقى والنبي ما تعملي تكليف بقى يا شيخ طب يلا بينا وبالمره اعمل لك فنجان قهوه يعد المزاج يلا يا جميل يلا يا حبيبي بس التعب ده خد بالريق على بال ما اعمل لك فنجان قهوه مظبوط اما حته بطيخه ترد الروح فنجان قهوه انما ايه هيعجل دماغك تسلم الايدين الحلوه دي يا سلام على كلمة معلم ده انا فنجاني ما ينزلش الارض تحب اشوف لك ضغطه والنبي صحيح يا ريت بس ساعتك كم لحسن الجماعه يطبوا علينا سبعة وربع ياه طب تعالى شوف لك الفنجان قبل ما الجماعة يجي طب يا ست اتفضلي اهو يا سلام ده انت فنجانك حلو قوي الله يكرمك شوف يا سيدي ايه انت قلبك ابيض قوي زي اللبن الحليب واللي في قلبك على لسان ما تكرهش حد لكن ولاد الحرام كتير الجماعة جم والفنجان بعدين بعدين بكرة زي دلوقتي امتى يا عم بكرة زي دلوقتي طيب مع السلامة الواد النمس ده ساعات بيغطس ما يبانش وما اعرفش بيروح فين الحقيقة أنا ما خدتش بالي من الحكاية دي إلا من يومين ثلاثة
الواد ده لازم ناخد بالنا منه. يا سلام يا سمارة، أنا عارف ربنا ما بعتكيش ليا من زمان دي. النصيب يا معلم نمس. الله، ما قلنا بقى بلاش حكاية معلم دي، خليها نمس حال. ليه بقى؟ ده أنت سيد المعلمين كله. أبدا، أنا من بعد المعلم الخشاب ما بقتش معلم. الخشاب؟ كان معلم ولا كل المعلمين، بس يا خسارة اتقتل. اتقتل؟ اتقتل ازاي؟ اتقتل جوه الشونة بتاعته. اتفضل يا معلم اشرب. لا لا كفاية، انا كويس كده قوي. الله، انت سكرت ولا ايه يا معلم؟ لا ابدا، اصل انا بس جاتني رعشة كده من ساعة ما شفت المعلم الخشاب وهو بيتقتل. الخشاب؟ هو الخشاب ده اللي انكتبت حسيته في الجرايد؟ ايوه هو. لكن ده بيقولوا ان اللي قتله مفتش التموين. لا لا ابدا، ده المعلم ابو حديد بنفسه هو اللي قتله وطبخها عشان المفتش يروح فيها. وبناء عليه تقرر تحويل أوراق المتهم أشرف فهمي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته. محكمة! القضية رقم واحد، المتهم فيها أشرف عبد الصادق فهمي. إنني أقدم لسيادتكم هذه المستندات، وإني إذ أقول أن سيادتكم ستقتنعون ببراءة موكلي الظاهرة كالشمس، وتضعون أيديكم على الجان الحقيقي، ذلك الجان الذي يستحق أن يكون هنا داخل القفص بدلا من ذلك البريد. اسمع يا دد، انت ايه اللي جابك هنا؟ رجلي. اسمع اما اقول لك بقى، شغل تلات ورقات ده تبطله معايا. ابدا، نهاية ما في الامر اني مش عايز اقعد مع حد في الحتة، احسن لساني يفلت بكلمة كده ولا كده. انت جاي ليه دلوقتي؟ جاي اشوف المحكمة هتعمل ايه في القضية. ما انت عارف ان اشرف يا ولدها راح غدر. خد ده دلوقتي وبعد عليا في البيت. لا، تعال هنا، انا عاوز 100 جنيه. لا لو بلغت بالقليل خالص هاخد 1000 جنيه مكافأة. دليل المولد وكل سنة وانت طيب. مش كتير عليك يا عبد العليم. مش كتير يا ابو حديد، حبل المشنقة اغلى من كده بكتير. معلش يا معلم عبد العليم، طلباتك تشكر، بس ياك بقى يخلصونا ويحكموا في القضيه النهارده. سلام عليكم. مع السلامه. نيابه اتفضل. هذه القضيه التي امامنا تعرض لنا جريمه قتل المتهم فيها ليس بالمتهم الغير متعلم، ولكن واسفا انه متعلم وموظف حكومي، بل ووظيفته من اهم الوظائف في الدولة لحماية حقوق المواطنين، فانه مفتش تموين.
ممكن. إن النيابة تصر على أن تطالب بأقصى عقوبة وهي الإعدام لهذا المتهم حتى يكون عبرة لغيره من المستهترين بحقوق الآخرين. وقد تأجلت القضية إلى الأسبوع القادم لاكتمال المرافعة والنطق بالحكم. يا معلم انت يا سيدي المعلمين كلها يا ايه. على كل حال احنا نعمل اللي علينا والباقي على الله. يعني مفيش امل؟ مش ممكن مش ممكن، لازم اشرف يطلع براءة وانت لازم تساعدنا على كده. وانا واثق انه بريء، انا كاتب المقالة دي عن السوق السوداء وابو حديد. وريني يا سيدي. انا كاتب فيها معلومات خطيرة عن الحادثة. ايوه انا بقراها اهو. المقالة دي هتشجع التجار وتخلي اللي عنده سر يقوله. ايوه احنا لازم نخليهم ما يحكموش في القضية دي الا بالبراءة. لازم نعمل مشتات اكتر واكتر، لازم نحصره حصار شديد. مش معقول مش معقول، اتحجنت انت وصفت بالمظبوط. ناقص يقول اسمي كمان ويقول للنيابة تقبض عليا. في عفريت ولا يهمك يا معلم. استرها يا رب. صباح الخير يا ست هاني. نعم. المعلم موجود؟ يلزم خدمة؟ إذا سمحتي قوليله عبد العليم. ما أنا عارفة. السكري. صباحك دافي ان شاء الله. انا قلت افوت عليك نروح المحكمه سوا، ولا مفيش داعي ان انا اروح؟ بتشوفه يا عبد العليم. الحقيقه ورايا اموريه مهمه، ما تعفيني انا من روح المحكمه. نعفيك يا عبد العليم، بس الماموريه دي محتاجه 100 جنيه. وبعدين معاك يا عبد العليم. مش كتيره وحديد، حبل المشنقة أغلى من كده بكتير. القضية تأجلت. يا عيني عليك يا أشرف. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ أوعى تفتكر إني نايمة على وداني، ده أنا عارفة كبير وغطاء. عارفة الخشاب راح إزاي؟ وال 150 جنيه اللي خدهم عبد العليم خدهم علشان إيه؟ أشجان، كتم اعملي معروف. ما أنت يا حبيبي دماغك ناشفة، والظاهر إني حدربكها على دماغك أنت الاتنين. ليه بس؟ عشان تتعدل معايا. ما انا معدول اهو. اين الشهود؟ لا يوجد شاهد عيان واحد. الحكم بعد المداولة. محكمة. محكمة.
حكمت المحكمة حضوريا على متهم أشرف عبد الصادق فهمي بإحالة الأوراق للمفتي. بصوني حالا، بدلتش بدلتش بري. الحكم نازل باللون الاحمر، امال كنت عايزه بالاخضر؟ على العموم مبروك، انا جيت ابارك لك قبل ما اروح مأموريه قريبه هنا. انت بتخلصي مأموريات؟ اعمل ايه؟ المرحوم الخشاب كان وفر عليا تعب المأموريات. يعني عايز ايه؟ اقول لك نظر. اسمع يا جدع انت، بالصراحه لما بشوف وشك بيجيني عصبي. قول يا باسط يا معلم ابو حديد، الفتحه للمرحوم. الكلام ده جبتيه منين؟ يعني البريء ينقدم والظالم ينساب على حل شعره؟ اوعى المعلم يسمعك. ايه خايف؟ عليك ده شران. وانت خيخة. انا؟ ومقطف كمان. اشكال؟ في ايدك تخلص منه، مستني ايه؟ للدرجات دي بتكرهيه؟ زهقت. زهقت. عايزة اتمتع بحياتي. اعيش مع اللي بحبه ويحبني. قلت ايه؟ ما اقدرش كده. ناوي على ايه؟ مالكش دعوه بيا. الو المعلم عندك؟ ايوه. لو كنت تحب تسمع اخبار مهمه عن حكايه الخشاب خليك موجود الليله الساعه 7 في الكذب. ايه؟ وهو كذلك. اطلع يا فالنتينو. ايوه معلم. الواد ده يعني نضف كده حته واحده وتعلم يركب التاكسي كمان. والله لافضل وراه لحد ما ركبه عربيه السجن. دي الحكاية، وإن كنت عاوز تعرف السر، السر كله مع عبد العليم السكري، هو اللي عارف كل حاجة. عارف؟ عارف إزاي؟ اتكلمي. هو اللي شاف الخشاب بيتقتل، وشاف مين اللي قتل، وإن كنت عاوز تعرف، اسأل عبد العليم. اهلا اهلا معلم عبيد، اتفضل. ازيك يا عبد العليم؟ انت لسه بتسكر برضه؟ يا راجل بطل سكر بقى، محدش واخد منها حاجه. الا انت محدش بيشوفك في الساحل ليه؟ ابدا. ما هو البركه في الفلوس اللي بتسحبها من ابو حديد. فلوس ايه؟ ودي حاجه تستخبى؟ مش ابو حديد مغرقك بالفلوس عشان ما تشهدش عليه في قضية قتل المعلم الخشاب؟ وعرفت منين؟ الله بقى، مش انت شايفه هو بيقتل الخشاب؟ اشرب اشرب، هات لنا خمسينية يا ابني. ايوه حالا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ النمسا الله يرحمه قبل ما يتقتل.
اتقتل. الله، لو انت ما تعرفش ولا ايه؟ ده لقيوه ميت تحت شويلة العدس في مخزن ابو حديد. يعني الدور الجاي عليا انا؟ لا، انا بكلمة واحدة ضيعه. انا قصدي تضيعه من دلوقت قبل ما يضيعك هو، زي ما ضيع النمس. ما يقدرش، القضية شغالة وكلامي له تامنه. لا، ما هو انت تلحق روحك من دلوقت. شوف انا اقول لك تعمل ايه. عال جدا، كويس قوي. يعني في امل؟ طبعا بالطريقة دي هيبقى في امل كبير. مش قلتلك نحمد ربنا؟ طيب هاته هنا علشان نتفق معاه ونقدم طلب لإعادة التحقيق. حالا هيكون عندك. سلام عليكم. وبكده هيكون معانا اقوى خيط هيوصلنا للمجرم الحقيقي، وده اللي هيطلع اشرف براءة. المعلمانية كلها. شفتوا؟ انتوا مش عارفين تعملوا حاجة ابدا. اما المصاريف وامكانيات حتى الراجل اللي كان معايا السر ما عرفتش توصل له. جات تكنيلة. تكنيلة وكمان بتبرطم؟ ولما انت مش قد حاجة بتعملها ليه؟ ما عملناش. ولا يهمك. انا حنزل بنفسي هعمل كل حاجة. هتعمل ايه؟ ما خلاص كل حاجة انتهى. لا، ما انتهتش. مش المحامي قال جايز النقض يعمل حاجة؟ طبعا في مال كبير في النقض. لو ظهرت أدلة جديدة ممكن نعيد المحاكمة. اسمع، أنا عايز أشجار مرات أبو حديد دلوقتي حالا. يلا. وانت اسمعي. أمال إيه؟ أهلا أهلا مدام أشجان. أهلا. تفضلي، تحب تاخدي قهوة ولا حاجة ساعة؟ مالوش لزوم. انت عايزين مني ايه بالظبط؟ شوف يا ستي، احنا عارفين انك ست شريفة ومحترمة وممكن تساعدينا عشان يظهر الحق والبريء تظهر براءة. انت عدت بالله اقدر عليه؟ والله العظيم دي ست عظيمة عايزة تخدم العدالة. شوف هي وشوف مرات اشرف. ايه؟ تصور ان لها علاقة بولد اسمه فالنتينو. فالنتينو؟ ايه، انت ما تعرفيش؟ غريبة، ده كل الناس عارفة. ده حتى بيقعدوا في الكازينو. ايوة، اللي هي الكازينو على البحر. اللي اسمه على كل حال احنا رايحينه دلوقتي. لغاية كده كويس قوي قوي قوي. المهم فضل الرقاصة. نوسة،
عايزين رجلها تيجي وتقول السر. انا اجيب رجلها؟ تعرف الا اعرف، دي كانت بتشوفني ليلاتي في الكباريه وبتموت فيا. طيب عايزينها بقى تقلب على ابو حديد. سيب الموضوع ده عليا انا. والنبي كان قلبي حاسس اني هشوفك تاني. وانا من يوم الخناقه وانا بدور عليك. ده اللي يشوفك وانت في الخناقه. الله، انت هتكسفيني بقى عشان كلت العلقه. امال ما جتش الكباري ليه؟ كنت خايف من ابو حديد. على فكره ايه معلوماتك عن ابو حديد؟ ايه معلوماتك انت الاول؟ انا معلوماتي فين؟ بلانجين جوه سعادة البيت. هاتوا عسكري. ايه معلم؟ ايه؟ البوليس قبض على بلانتينو. بلانتينو بتقول ايه؟ عال خالص. طيب مع السلامة. ده صواري قبضوا على بلانتينو؟ صحيح؟ يعني اللعبة نجحت. أمال إيه؟ أنت فاهمة إيه؟ بس ربنا يسوقك يا هلال. أيوة. ومعاي الخبر الأكيد. الكماشة اللي حنخلو بيها أبو حديد. ما أقدرش. حبك خطر عليا. خطر على الناس كلها الا عليك انت. شنبك بيشوكني. ده شنب شمبلاوي. يا شقي اقوم اجيب التلج. لا بلاش تلج، مش عايز تلج، خليكي جنبي. اجيب تلج. تلج؟ مش عايز تلج، مش عايز تل علشان تطفي النار. دي مش ممكن تنطفي ابدا. الله، تعالي بقى، تعالي تعالي والنبي عشان خاطري. لا والنبي عندك عشان خاطري. تعالي تعالي اطلع وراكي. لا. اطلع وراكي. ايه ده؟ مش معقول يتاخر اكتر من كده. هو بيعمل ايه؟ جايز لسه بيقنعها. طيب ادي قاعده. عايز ايه يا حبيبي؟ عايز انام. انام. في ايه؟ الست نوسه مطلوبه في الاسم عشان تكلم حضره الضابط. بوليس. بوليس. بوليس ايه؟ سلام عليكم. الف حمد لله على السلامة يا سيدي. انت كنت فين؟ ما انت عارف. امال ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ يا ده كان مجهود صعب قوي. ايه اخبار الحادثة؟ حادثة ايه؟ يا انهارت مهيل، حادثة قتل الخشاب. ايه مالها؟ نوسة قالت لك ايه؟ ولا حاجة. معرفتش مين القاتل؟ ابدا. ولا مين اللي اشترك معاه؟ ابدا. ما رحت تهبب ايه؟ انا عارف. خير. ده منزل معلم ابو حديد؟ ايوه. هو موجود؟ خير. مطلوب القبض عليه حالا. انت ابو يوسف؟ اي كم عشونا عسكري؟ للشمال طر، معتدى المر. Thank you.
اللي جابنا من هنا اصلا هنا طراوة اكتر يا بيه. مبروك، الف مبروك، الله يبارك فيك. الاستاذ هلال تعب معانا خالص. هو يعني هلال غريب؟ وعشان كده انا نفسي في طلب صغير. نفسي اتجوز اختك. اختي؟ انا ماليش اخوات. ازاي؟ ونوره؟ نوره دي مراتي. مراتك؟ ايوه. حتى شوف حتى شوف. مراته؟ اما انا احمر بشكل.